عادل إمام ينفعل بعد أن باع اعتزاله ماذا قال للجمهور منزعجا. شقيق عادل إمام يكشف حقيقة اعتزال الزعيم. خبر وفاة عادل إمام اليوم 2020 حقيقة أم شائعة؟ السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو بتحب عادل إمام ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع عادل إمام. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. عادل إمام ينفعل بعد أن باع اعتزاله ماذا قال للجمهور منزعجا. عبر الفنان المصري عادل إمام عن انزعاجه من تداول أنباء من جديد بشأن اعتزاله التمثيل بسبب تدهور حالته الصحية، وأكد في تصريحات لموقع إرام أنه ما زال قادرا على الوقوف أمام الكاميرا ولكن بمعدل ساعات أقل من الماضي. وطمأن عادل إمام البالغ من العمر 80 عاما الجمهور عن حالته الصحية وأنه بخير ولن يستطيع الغياب عنهم، وعلق منفعلا على إثارة شائعات وفاته وتدهور صحته بين الحين والآخر قائلا: ظهرنا مش عاجب، اختفينا مش عاجب، أروح أموت بجد عشان ترتاحوا. وشدد الممثل صاحب لقب الزعيم على أنه لن يتخذ قرار الاعتزال طالما كان على قيد الحياة، سأظل ممثل حتى آخر يوم في حياتي إذا شاء الله لي ذلك. وكشف عادل إمام أنه يفكر في الظهور في الدورة الجديدة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد تلقيه دعوة للحضور، موضحا أن مدينة الجونة تمتاز بأجواء ساحرة ويجب الذهاب إليها، كما أنها تتمتع بفرض التباعد الاجتماعي في ظل وجود فيروس كورونا المستجدة. وكان عادل إمام كشف مؤخرا عن أنه قرر الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وأثر عدم المشاركة بمسلسل تلفزيوني في رمضان 2021. وتابع الزعيم: قرار الإجازة يسري كذلك على مشاركتي في الأفلام السينمائية ولو خطط للمشاركة في السينما. وكانت التقارير قد تحدثت عن مسلسل جديد يعد له عادل إمام ينافس به في موسم رمضان 2021. وأكدت التقارير أن الزعيم يقرأ سيناريو المسلسل الجديد وسيتم إعلان اتفاق بشأنه قريبا، إلا أن التصريح الأخير للفنان المصري ينفي تلك التقارير. وشارك الزعيم في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل فالنتينيو، وهو من تأليف أيمن بهجة قمر وإخراج رامي إمام. وآخر أعمال عادل إمام السينمائية كان فيلم زهايمر الذي عرض في عام 2010، والذي شاركه فيه سعيد صالح، لطفي لبيب، أحمد راتب، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، غني يوسف، نيلي كريمة، إيمان السيد، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج عمرو عرفة. ما حقيقة اعتزال عادل إمام الفن بالكامل؟ بعد النجاح الذي حققه الناجم عادل إمام في مسلسله الرمضاني الماضي فالنتينيو، ترددت أخبار عن كونه سيكون العمل الأخير في مسيرة الزعيم وأنه قرر الاعتزال بعده، لكن كلما تردد عن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. فإمام ينوي بحسب مجلة لها تقديم مسلسل جديد في رمضان 2021، إلا أنه ينتظر السيناريو المناسب. كما أن مشروع الفيلم الذي من المفروض أن يقدمه النجم القدير مع نجله محمد إمام بعنوان الواد وأبوه ما زال تحت التحضير، وينتظر الزعيم انتهاء أزمة كورونا لبدء التصوير ليلحق بأول موسم سينمائي بعد فتح دور العرض. يذكر أن عادل إمام قدم في موسم دراما رمضان الماضي مسلسل فالنتينيو، والذي شارك في بطولته دلال عبد العزيز، داليا البحيرية، حمدي المرغنية، وعدد كبير من النجوم، وحقق نجاحا كبيرا. حقيقة وفاة عادل إمام بوعكة صحية مفاجئة في مصر. انتشرت أخبار حول وفاة الفنان المصري الكبير عادل إمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، بعد أن تناقلتها صفحات ومواقع عالمية عربية، ونشرت صفحات على تويتر وفيسبوك خبر وفاة عادل إمام إثر إصابته بفيروس كورونا، زاعمة أن صحته تدهورت نتيجة مضاعفة المرض صباح اليوم. ويعتبر عادل إمام البالغ من العمر 80 عاما حاليا من أكثر الفنانين في مصر بشكل خاص والوطن العربي عموما الذين نفوا شائعات وفاته والتي تطرده منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من عدم نفي وفاة عادل إمام اليوم، إلا أن وكالات الأنباء تابعت المنصات الرسمية للفنان والمقربين منه، ولم يكن هناك تأكيد أو توضيح للأخبار المتداولة. كما لم يتم الإعلان عن إصابة عادل إمام بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة بين أسرته.
وتساءل المغردون عبر تويتر عن سر غياب عادل إمام عن الظهور في الأحداث الفنية التي شهدتها مصر مؤخرا، لا سيما أعراس مشاركة الممثلين والإعلاميين. وشارك عادل إمام في الموسم الدرامي الرمضاني 2020 بمسلسل فالنتينيو بعد غياب عام عن الدراما رمضان الماضي، حيث كان آخر أعماله مسلسل عوالم خفية الذي عرض في رمضان 2018. عاجل حقيقة وفاة الفنان عادل إمام بسكتة قلبية. انتشرت الأخبار في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بالأمس تعلن وفاة الفنان عادل إمام بمنزله بالقاهرة إثر سكتة قلبية عن عمر يجهز 73 عاما، وأكدت مصادر مقربة من عائلة الفنان وفقا للصحف التي نشرت الخبر إن الفنان توفي بالفعل. يذكر أن إشاعات الوفاة تلاحق بعض الفنانين المصريين منذ فترة، وخاصة النجم المصري عادل إمام، وهذه لم تكن السابقة الأولى للإشاعات حول وفاته، وأنه لم يتم حتى الآن تأكيد الخبر رسميا من نقابة الفنانين المصريين، وكانت مصادر من العائلة نفت ذلك ووصفته بالإشاعة. أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة عادل إمام. تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر صادم وهو وفاة الزعيم عادل إمام صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عاما نتيجة لأزمة قلبية حادة. وأكد نقيب المهنة التمثيلية أشرف زكي في تصريح خاص لبلدنا اليوم أن من يردد تلك الشائعات يبحث دائما عن إثارة الجدل بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الزعيم بخير وصحته جيدة ولم يتعرض لأي مكروه. وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمود عبد العزيز الملقب بالساحر عن عمر ناهز 70 عاما، قدم خلالها الكثير من الأعمال الفنية والدرامية التي شهدت نجاحا باهرا، كما أنه تخصص في أدوار رفضها غيره لكن بنظرته الثاقبة استطاع تميزه، وبالفعل حقق نجاحا كبيرا وحصل بفضله على الكثير من الجوائز، وسيتم استعراض أبرزها في هذا التقرير. وحصل بفضله على الكثير من الجوائز. القصة تكررت في الكيت كات عام 1991 ثامن أفضل فيلم عربي وفق ما أعلنه مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2013، حيث كان مخرج الفيلم داود عبد السيد يرغب في إسناد دور البطولة لعادل إمام، ولكن الأخير رفض فتم إسناد البطولة للفنان محمود عبد العزيز. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. هل سيعتزل الفنان عادل إمام الفن؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل نعمله. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.